بسام المزوغي سكان طرابلس. انا بسام. المطالب اللي يقراها الشخص العادي ممكن ما يفهم جزء منها. كيف دوركم انتم الاعتصام هنا باش نتوقف على الناس؟ والله نحاول نديروا لافتات تكون بسيطة، نبسطوا المطالب أكثر ما يمكن للناس، لأن الناس زي ما تعرف مستويات، في اللي متعلم في اللي مش متعلم في اللي كذا، فنحاول تكون أبسط ما يمكن يعني اللافتات، هذا اللي نقدره. بعدين في حوارات تصير بين الشباب ومع بعضهم حتى هي توضح، يعني اللي يعرف يقول اللي ما يعرفش وهكذا تنتشر الأمور. بغض النظر عن المطالب، هل شايف أن الشباب طرابلس أو المجتمع طرابلس استفاد من هذا الاعتصام؟ استفاد بشكل كبير، ياسر ان في ناس هلبة ما يعرفوش بعضهم، كانوا تلاقوا هنا مع بعضهم لأول مرة كانوا يعرفوا بعضهم، وياسر ان الكره اللي كان بين الليبيين وكل ما تشبح واحد في السيارة تفنص فيه وكذا ما عادش فيه هدايا، انتهي وبدون الناس كلهم يحبوا بعضهم. مستوى النقاش كيف كان؟ لا ما شاء الله، يعني الشباب كلها واعية وكلها مثقفة، من الصغير فيهم للكبير وكلهم يحترموا في بعضهم وكلهم يسمعوا في آراء بعضهم. يعني هل نقول ان ثقافة الاعتصام بدأت تتجسد في طرابلس بشكل ما؟ ثقافة الحوار زيادة مش غير الاعتصام، اللي هي أصعب من الاعتصام. هل حيكون ميدان الجزائر مطلب لأي ليبي عنده مطالب للدولة؟ إن شاء الله هذا اللي نتمنوه، يعني من سكان طرابلس يجوا يشاركوا، حتى اللي ما يبيش يشارك يجي يتفرج شويه ويروح يجي يفهم قلبي. يفهم يشوف الناس هنا. بس عندك كلمه اخيره تقولها؟ لا شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. ليبي برا راهي ساسي. تعرفوا بيك عبد الرحمن نيطان. انت موجود هنا بصفتك اعلامي ولا جاي كمعتصم؟ بعد من مصراته أمس كنت معتصم مع الشباب في ميدان العدالة أمام مجمع المحاكم في مصراته، واعتصمنا معهم من أجل إقالة المجلس المحلي لمصراته، وللمفارقة أن رئيس المجلس المحلي لمصراته في من خلال راديو مصراته المحلية قام بالرد على المعتصمين وقال أن المعتصمين في ميدان العدالة هناك في مصراته قال لهم أهم شيء أنكم كثروا من البطاطين لأن الجو سقع، هذا أولا. وبعدين لما ردوا عليه الشباب قالوا له أن زوارة، مدينة زوارة ومدينة القلعة عملوا انتخابات للمجلس المحلي، رد عليهم قال لهم مصراتة مش كيف زوارة والقلعة، مع العلم أن المفارقة أن حتى سيف في بداية الثورة قال ليبيا مش زي تونس ومصر. يا سبحان الله، أنا نبي نعرف وكيف ما قال أبو حجر في المؤتمر الصحفي، السيد أبو حجر مع احترامي الشديد لشخصه قال لما سألناه قلنا له احنا كصحفيين سألناه أن المعتصمين يريدون استقالتك، قال اللي معتصمين في ميدان الجزائر مش هم من يقرر استقالتي، هذه عامة الشعب، هم اللي قرر الاستقالة وهم اللي قرر من يحطوا، هم عامة الناس وعام الشعب، وإن شاء الله بالتوفيق للشعب الليبي وليبيا حرة إن شاء الله. الله أكبر. عارفوا بيك إسماعيل الرازقي من طبعا من طرابلس، وجودي هنا طبعا اعتصام، واعتصام سبحانه طبعا لان عندنا حقوق، والحقوق هذه احنا نطالب بها، وهي حقوق شرعيه، يعني حقوق قصدي اي اللي بيطلبها ويتمناها. الناس لك سؤال، تفضل. في من يقول ان الاعتصام مش وقته ونخلي الحكومه تشتغل، كان الاعتصام هذا يعني خارج من اجل من ضد الحكومه، شو ترد عليه؟ بالعكس، احنا الحكومه المفروض ان هي الحكومه لما احنا طلعنا اعتصام، يعني احنا عين الراقب في الحكومه، يعني المفروض ما تزعلش منها، لان لو رينا كل شيء هو الناس عامه الناس يقولوا هكي مش الحكومه. حتى الناس مش فاهمه، لو تجي حتى احنا كنا مجموعه بسيطه 10 15 نفر اصبحنا بالمئات، لان يجوا الناس يشبحوا في المطالب ونناقشوا معاهم يقتنعوا، لان احنا ما جبنا حد المطالب هذه باي حد، يعني اي شخص يبي المطالب هذه، فلما يجي يقرا يلقاها مطالبه هو شخصيا يتكلم على الناس فيتواجد باش يتكلم معنا، يعني تشبع في الحوارات وفي النقاشات، هذه ما كانش موجود، يعني يكفي ان وجودنا احنا ندعو بحريه، هذه اهم حاجه. يعني بخصوص ان في من يقول ان المعتصمين في ميدان الجزائر بعض الغوائيه والهمجيين، والله احنا ما لناش علاقه بهم، احنا موجودين ناس يعني الحمد لله ممكن نشبحوا في نقب،
موجودة ومفكرين ونقربوا في المعلومة، ويعني مطالبنا، يعني مطالبنا هذه مطالب الشعب الليبي، يعني نوقف من وراها. واللي يقول لي لا الحكومة يعني بتصبر عليها، الحكومة بنتبعها مش نصبر عليها، لأن الحكومة لو هي يعني نحس إنها هي ماشية وماشية بمطالبنا وماشية في الخط الصح، إحنا مش مستعدين إن نقعدوا يعني باليوم لنا 14 يوم يعني مطار وكذا واحد وقاعدين في مجموعة بات وفي مجموعة جيم الصبح وتشبح فينا واقفين على رجلينا وكذا، هذا ما نتبجوش به، هذا واجبنا. لأن الحكومة لو حسينا أن الحكومة تأخذ مطالبنا ما نقعدش نشوف في اللي مخلي حتى عمل متاعها، علاش مخلي عمله ومخلي أولاده ومخلي بيته؟ لأن هذه مطالب يشبع فيها أول حاجة. في اللافتة اللي تقول أن نحن في ميدان الجزائر لا يمثلنا أحد، علاش وضعت اللافتة هذه؟ والله لان ممكن في غوغايين في كذا، كل واحد هنا بالنسبه لهنا ميدان الجزائر كل واحد يمثل نفسه، هذا اللي لاحظته انا. هل الميدان يمثل جهه معينه وطرف معين؟ لا ما لاحظتش هذا يمثل ليبيا. يعني يكفي انا بنقول لك حاجه، انا فوجئت من 3 ايام فاتوا ان في صديق في شخص موجود هنا كل يوم نشبح فيه، فطبعا ما نعرفوش معظمنا، ما نعرفوش اسامي بعضنا، نعرفوا ليبيا ونادز معه وكاني نعرفها من قبل يعني. فلما سالته قلت للاخ منين، قال لي من الكفره. تخيلوا من الكفره جاي لي 13 يوم معتصم معنا، يعني من الكفرة ما يسكنش ترابس وما ليش علاقة، مجرد انه كان زاير عنده موضوع لما لقى المطالب هذه فأجل كل شيء وقعد معنا. يعني كلمة، عندك كلمة أخيرة على الاتصال؟ والله الكلمة الأخيرة احنا معتصمين يعني نن أمور نلاحظوها ان هي خدت بأخذ الجد. يعني شنو الرسالة توجهها الميدان الشجرة في بنغازي؟ والله الرسالة بنقولهم يعني احنا نكملوكم وانتم تكملونا، والهدف هو ليبيا والحمد لله. بارك الله فيك. شكرا. تعرفوا بيك؟ الاسم احمد محمد العربي من سكان طرابلس. شو تحكي لنا على الاعتصام؟ كم عمرك اول حاجه؟ 18 سنه. شو تحكي لنا على الاعتصام؟ شو فكرتك عليه او شو تقدر تقول لنا عليه؟ اعتصام هو اعتصام مطالب بتصحيح مسار الثوره 17 فبراير اللي نحو ما يعني انحرفت عن مسارها في الايام الاخيره، يعني نفس هذه المطالب اللي طلعت على خطرها ثوره 17 فبراير ما كانها ما تحققتش او ما تنفذتش، فلهذا احنا قمنا بالاعتصام هذا لكي ننفذ هذه المطالب. الان كانك تقول لي حاجه، تقول لي ان المطالب اللي خرج عليها الشعب الليبي في بدايه الثوره ما قدرش يحققها لانه اجبر على حمل السلاح وانه هو يحرر بلاده من الطاغيه. يعني هل ان هي ثوره تصحيح المسار هي استكمال لثوره 17 فبراير؟ تقدر تقول هيك او جزء منها. هي نوعا ما استكمال، لان راس النظام هو سقط وبقى النظام الذي اسفل. هل انت ملاحظ ان في الميدان في اي حاجه، يعني انت كشاب في مكتب العمر من الجيل الجديد في ليبيا ان شاء الله اللي حتشوف ليبيا المستقبل، هل عندك ملاحظات على الاعتصام؟ بكل امانه الاعتصام من اجمل ما يكون حقيقه، وشفت يعني في هلبة حلقات نقاش بين الناس، يعني الناس حتى تزيد تتقف وتعرف بعضها، وفي هلبة يعني ناس ما كنت واخذ عليهم فكره سيئه يعني تقابلت معاهم وجدوا انهم افضل الناس. ماشي، بارك الله فيك. بارك الله.